كتلة هوائية شديدة البرودة وأيضا موجة غبار وعاصفة رملية متوقعة نهاية الأسبوع. التفاصيل بعد الفاصل. متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في أجزاء من منطقة حفر الباطن وأيضا شمال المنطقة الشرقية وأجزاء من حائل والقصيمية، ناتجة عن تدفق لتيارات باردة من الشمال بالتزامن مع وجود لكتلة هوائية دافئة من الجنوب، عملت على تكاثر الكميات من الغيوم الماطرة والرعدية في هذه المناطق. خلال الأيام القليلة القادمة يتوقع أن تندفع نحو المملكة كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة، ستعمل على انخفاض حاد على درجة الحرارة وأيضا نشاط كبير في سرعة الرياح المثيرة للموجات الغبارية والعواصف الرملية. نبدأ نشاطنا باستعراض تفاصيل هذه الموجة الغبارية والعاصفة الغبارية المتوقعة خلال نهاية الأسبوع باستعراضنا هذه الخرائط لتوزيع هبات الرياح المتوقعة من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس. يوم الثلاثاء تندفع نحو شمال المملكة وأيضا أجزاء من المنطقة الوسطى كتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط وبلاد الشام والعراق مباشرة باتجاه شمال الجزيرة العربية. هذه الكتلة الهوائية قارصة البرودة ستعمل على نشاط كبير في سرعة الرياح الشمالية وأيضا الشمالية الشرقية في أجزاء من المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، لكن اعتبارا من ساعات مساء يوم الأربعاء ومع ارتفاع قيم الضغط الجوي الناتج عن اشتداد تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة، ستنشط الرياح الشمالية الغربية والشمالية الشرقية والشمالية بشكل كبير ولافت في المنطقة الشرقية والوسطى من المملكة، تعمل على نشوء موجة غبار وعاصفة رملية تشتد أثناء تحركها جنوبا تحديدا باتجاه منطقة الإحساء وأيضا جنوب منطقة الرياض ومنطقة الربع الخالي، ثم تنتقل هذه العاصفة الرملية والموجة الغبارية جنوبا باتجاه الأراضي اليمنية وأيضا عموم جنوب غرب المملكة. بالتزامن مع هذه الموجة الغبارية والعاصفة الرملية المتوقعة نهاية الأسبوع التي ستعمل على تدني وانعدام الرؤية الأفقية في العديد من المناطق، تهب على مدينة جدة رياح الصبا الشرقية والتي ستعمل أيضا على إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية. نذهب الآن للعاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة. تسود أجواء صافية مع 19 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 17، رطوبة منخفضة والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية الثلاث أيام القادمة، يوم الاثنين 34 إلى 21، يوم الثلاثاء 35 إلى 18، لكن يوم الأربعاء ومع دخول الكتلة الهوائية الباردة تنشط الرياح المثيرة للأتربة والغبار وتنخفض درجات الحرارة لتسجل 26 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم الاثنين، نبدأ شمالا، تبوك أجواء صافية 19 إلى 5، سكاكا 20 إلى 9، وعرعر 18 إلى 8 درجات مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 31 إلى 17، جدة 28 إلى 19، مكة المكرمة 32 إلى 18، والطائف 26 إلى 17 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، أبها زخات رعدية من الأمطار 23 إلى 14، الباحة 22 إلى 14، وجازان 30 إلى 27. نذهب الآن شرقا نحو الدمام، أجواء صافية 30 إلى 21، حفر الباطن أجواء غير مستقرة زخات من الأمطار 26 إلى 14، والإحساء أجواء حارة 36 إلى 21 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 34 إلى 21، بريدة 27 إلى 16، وحائل 24 إلى 9 درجة مئوية مع أجواء صافية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.